اليمن رغم كل الحروب الدائرة هناك يبقى سعيدا بأهله وناسه الطيبين الذين لا تفارق محياهم ابتسامة عريضة. وفي هذا اليوم المبارك أردنا أن نقف عند أغاني من التراث اليمني نسمعها بصوت عذب شجي ونتعرف على أبرز أجواء العيد هناك. ومعنا الفنان اليمني عمر البنا صاحب الوجه البشوش، نرحب به اليوم وكل عام وأنتم بخير إن شاء الله، هيك دوم ابتسام على وجهك. شكرا على التعريف. وينعاد عليك. شايفينك لابس الزي اليمني؟ أي نعم، هذا هو الزي اليمني، خاصة نتكلم عن أجواء العيد. يعني في الأخير نحن في أجواء العيد أو في العيد نلبس الجديد، وهذا الزي اليمني الذي نلبسه نعم. في يوم هو الزي التقليدي وحتى في العيد نعم، ولكن نعم. يجدد، ولكن يجدد هو في الأخير الأشياء تشترى شيء جديد ما عدا السلاح هذا اللي تشوفه الخنجر، هو قديم اللي هو الجنبية. الجنبية نعم، نعم. نسموها الجنبية، وفي ناس سموه خنجر هنا عشان ما يعرفوه. يعني خبرنا شوي كونه اليوم أول يوم عيد، كيف الأجواء العيد في اليمن وكيف نقلتوا كونكم اليمنيين اللي خارج البلد، كيف نقلتوا لبرا؟ بداية هو العيد نحن يتم تحضيره من قبل العيد، من قبل العيد الحلوى وغير ذلك أكيد اللي كل الناس يعرفوه في العيد، أثناء العيد لبس الجديد وغير ذلك. قبل خروجنا إلى صلاة العيد لو تعرفوا حاجة اسمها البخور. نعم البخور نعم، يتبخر اللي هو رايح للمسجد، يعني يبخر ملابسه، بخر ملابسه نعم ثم يذهب إلى الساحة الكبيرة التي يجتمع كل الناس فيها، يتم صلاة العيد، بعدها مباشرة ينتقل كل الناس تنتقل إلى بيوتها، والمجاورة أولا العوائل، يعني التقاء العوائل، وبعضهم اللي كانوا في مراكز المدينة ينتقلوا إلى الأرياف وكذا يعني. لكن أجواء العيد في اليمن فعلا أجواء يعني هي قوامها طبعا، يعني قضية الزيارات، زيارات العوائل اللي هي المعروفة نعم، يعني يخرجوا من المدينة إلى الأرياف إذا كان هنالك عائلة أو شخص كبير يزوروا في هو الزيارات تكون بالترتيب، يعني الأولاد أو الرجال يذهبون إلى النساء والعكس غير لا كيف يشرح يعني أفهمكم يعني النساء عندنا نحن هنا في اليمن هي بمثابة الملكة، فالرجال يذهبون، يعني مثلا أنا أزور أختي ما تجي لي أنا أروح أزورها. جميل. أي فهذه هي على أساس نوع من إعطاء قيمة، إعطاء مكانة للمرأة. بالضبط. فهذه هي المسؤولية، وغير ذلك اللي حاجة نحن نسميها عسب العيد، معناها العيدية يعني. هيدا يمكن بكل العادات العيد يعني. موجودة. بالضبط. بالنسبة لك شو أبرز تقليد أو عادة نقلتها معك لما جيت لهون وما بتحب تتخلى عنها رغم أنك بعيد عن بلدك؟ والله بالنسبة للشيء العادة نحن مثل ما قلت لكم الزي اليمني هي كعادة يعني وما تخليناش عنها أبدا، مهما ذهبنا أي مكان يبقى يعرف الجميع اليمني بلبسه وزيه لأنه نادر يعني تقريبا. وأيضا حسن الجوار وأهم شيء يعني اللي هو نقل الصورة الطيبة عن اليمن رغم اللي بيحصل، إلا أن نحن متكاتفين خارج البلاد. صح. نريد أن نسمع منك شيء كعيدية لجمهورك اليوم. تمام. هي عيدية طبعا هو أغنية تراثية يعني تعتبر الفنان علي بن علي أنسي، تذكر كل اليمنيين بأفراح العيد، لأن يعني معنا هناك أكثر من أغاني متميزة للعيد، لكن هذه الأغنية كل اليمنيين يعرفونها، يعني على غرار ليلة العيد لأم كلثوم كما تذكر الكثير بقدوم العيد. بالضبط. وهذه هي الأغنية المشهورة عندنا في اليمن. هل نسمع أيضا؟ أي نعم، من العازف وعازف العود هو محمد الهجري يعني. أشكر يعني.
سلم على أحبابك أهلك وأصحابك، سلم على أحبابك وأهلك وأصحابك، وقل لمن عابك مبروك عليك بالعيد. أنا استنى عيد، أنا استنى يا عيد. حتى ولو تلميح، واحذر من التجريح حتى ولو تلميح، وللخطا تصحيح لا سيما في العيد. أنا استنى يا عيد، أنا استنى يا عيد. شكرا جزيلا لك فنانة على المشاركة اليوم، أنشودة جميلة وصوت عذب. كل عام وانتم بخير. الفنان عمر البنا، الفنان اليمني، شكرا جزيلا لك. شكرا جزيلا لكم وكل عام وانتم بخير. وانتم بخير.